أكسس تك. لا تنسوا تتابعوا أكسس تك، تشتركوا وتشاركوا هذا النوع من المحتوى مع الأشخاص المهتمين. أكسس تك بودكاست موجود على يوتيوب، سبوتيفاي، وعلى أمازون ميوزك. لأي استفسار، اقتراح أو لطلب كورسات بشكل فردي أو جماعي، ياريت تتواصلوا معي على رقم الواتساب أو على anas.accesstech@gmail.com. كله موجود بالدسكريبشن. يلا نبلش. اهلا وسهلا فيكم باكسس تك بودكاست. انا انس ريان، وبلقاء اليوم رح نستكمل سوا كيفيه تضليل الخلايا. يعني كنا تناولنا باللقاء السابق انه كيف تضل الخليه، الخليه الاسفل منها اللي بجانبها، واكثر من هيك بانه ننزل بالشفت والسهم الى الاسفل اكثر من مره، او الى اليمين او الى اليسار او الى الاعلى. كنا ايضا تعاملنا مع نافذه جو تو اللي ساعدتنا بتضليل مجموعه خلايا، يعني اكبر من والله خليه تنتين او ثلاثه، فكانت مهمه ومفيده جدا لنا بانه نضلل كميه خلايا كبيره بوقت بسيط جدا. اما اليوم فرح نتكلم ونستكمل حوارنا عن كيفيه تضليل خلايا متفرقه، عن تضليل اعمده، عن تضليل استر، وعن تضليل ايضا الصفحه كامله. فبدون ما نطول عليكم، ركز معي ويلا نبلش. أول نقطة معنا لليوم اللي هي كيفية تضليل خلايا غير متتابعة. يعني أنا ما بدي أضلل A1 و A2 أو A1 و B1 مثلا، أنا بدي أضلل A1 و B2 و C3. يعني هم خلايا أوكي بأعمدة جنب بعض، ولكن أنا ما بدي بطريقي أنه المؤشر يروح يضلل على الخلايا A و B و C مثلا اللي موجودة بين الخلايا المطلوبة. عندنا بالمثال هون احنا متوقفين على A1 XA1 مكتوب فيها X. احنا رح نحتاج انه نضلل الخلايا اللي موجود فيها X، فبالتالي الخلايا المش مطلوبة حيكون مكتوب فيها Y. لذلك احنا على A1 مكتوب فيها X اذا مطلوبة، وعندنا A2 و A3 مكتوب فيهم Y. لاحظ Y2 Y3. ولو انتقلنا الى العمود اللي بجانبه رح نشوف انه B1 مش مطلوبة، YB1، ولكن B2 مطلوبة مني، XB2، وB3 مش مطلوبة، YB3. ولو انتقلنا إلى C1 YC1 مكتوب فيها Y، أما C2 YC2 مكتوب فيها Y أيضا إذا مش مطلوبة، ولكن BC3 XC3 مكتوب X. إذا المطلوبين A1 B2 C3. كيف ممكن أعمل أو أقوم بتضليل هاي الخلايا؟ الموضوع أبسط مما تتخيل. بكل بساطة ما عليك إلا أنك تضغط على Ctrl plus G أو على زر F5 لحتى نروح برضو إلى النافذة اللطيفة اللي هي Go to Dialog, Go to Reference, Edit Alt, Z R Blank. وهون رح نكتب اللي هي الريفرنسز أو الإحداثيات اللي أنا حابب أنه يضللها. فهون حكتب A1 A1، ولكن اليوم ما رح نستخدم نقطتين رأسيتين لأنه صرنا عارفين أنه بيضلل بطريقه الخلايا الأخرى، فرح نستغني عنها ونستخدم الفاصلة. فبالتالي لو ضغطنا فاصلة A1 فاصلة، وكتبنا B2 B2، وكتبنا أيضا فاصلة B2 فاصلة، وكتبنا C3 اللي هي المطلوبة C3. تمام. أنا الآن لو ضغطت على زر الانتر رح يقوم بتضليل الخلايا المطلوبة A1X through A3Y selected by one column one. طيب احنا هون ضللنا مجموعة الخلايا هاي، ولكن اكسل ما رح يسمح لي اني اقوم بالتحقق عن طريق اني اضغط على Ctrl C copy واروح على نوت باد واعمل بيست، لانه ما بيسمح بخاصية المالتيبل كوبي. فبالتالي رح اضغط على زر الابليكيشن، وبقائمة السياق هاي رح انزل بالسهم لعند خيار Clear Content او حذف المحتوى لحتى يحذف الإكس اللي موجودة بـ A1, B2 و C3. فبالتالي رح ننزل بالسهم Clear Contents N3 of 3 ورح نضغط على Enter Sheet 1 Table A1 through A3 Y selected row 1 column 1. تمام.
الآن موجودين إحنا من جديد على الصفحة، ورح نتأكد عن طريق أننا نمشي ونشوف هل الـ A1 فيها X لسه، هل مثلا راحت Y من الوايات الموجودة اللي مش مطلوب أني أحذفها. فخلنا نشوف، إحنا الآن على A1. أها، إذا نحذفها نشوف الـ A2 والـ A3 مفروض فيهم Y، فبالتالي مش مفروض يكونوا محذوفين. Y2 Y3. تمام، نشوف B1 هل محذوف منها الـ Y؟ YB1. لا، B2 محذوف من الـ B2 والـ X، إذا مشى منيح. YB3 والـ B3 فيها Y فما حذفها. أما C1 YC1 موجود فيها Y فما حذفها. YC2 YC2 ما حذفها. إذن C3 وC3 اللي كنا طالبينها اللي كان فيها X قام بحذفها. إن شاء الله المعلومة تكون صارت أوضح أبسط وأسهل. طيب خلينا الآن ننتقل إلى نقطة مختلفة، نقطة ممكن تسهل عليك شغل كتير، واللي هي كيفية تظليل عمود كامل أو عدة أعمدة بوقت واحد. بس يعني السؤال اللي بيطرح نفسه هون، ليه ممكن شخص يحتاج يظلل عمود كامل؟ أنت بتحكي عن مثلا عمود، شفنا بالحلقة السابقة أو يمكن اللي قبلها أنه عمود من A1 لA مليون وشوي، فيعني ليه ممكن شخص يحتاج يظل العمود كامل؟ بكل بساطة عشان يسهل شغله. يعني تخيل أنت شخص بده يشتغل على عدة أعمدة بس مش مثلا متواصلة مع بعضها، فبالتالي ما رح يزبط معه مثلا موضوع الجو تو، بالتالي هو رح يعمل الـ A لحال، مثلا الـ C لحال، الـ F لحال، فيعني الموضوع بصير شوي مزعج. بالتالي أنت ممكن بكل بساطة تطريح رأسك، ولأنه الموضوع حسنا لما نشوف كيف، بكل بساطة بتريح رأسك مرة واحدة، تعمل العمود كامل واللي اشتغلت عليه اشتغلت عليه، اللي ما اشتغلت عليه خليه فاضي، ما في مشكلة. تمام؟ فكيف آلية أنه نظلل العمود كامل على الإكسل؟ موضوع جدا جدا بسيط، ما عليك إلا أنك بكل سهولة تضغط على Ctrl plus Space. نضغط Ctrl plus Space. A1 through 1,048,576 selected row 1 through 1,048,576 column 1. ممتاز، إذا هيك ظللنا العمود A كامل. ولكن لو بدنا نظلل عمود آخر اللي هو العمود اللي بجانبه الـ B مثلا والـ C، فإحنا بنضغط على Shift وبنضل ضغطين عليها وبنضغط على سهم يمين، بما أنه ظلل الـ A رح يمشي بتظليله إلى الـ B. A1 through B1,048,576 selected row 1 through 1,048,576 column 1. هلا ما لك بالارقام كلها اللي بحكيها، بس تاكد انه ظلل A والB، ولو مثلا بدك تضلل الC والD فبتضلك اكيد ضاغط على الشيفت وسهم يمين. هلا هيك اذا الموضوع لطيف، لانه انا راح اضلل كنترول سبيس وحده وبمشي بالشفت والسهم إلى اليمين أو السهم إلى اليسار حسب أنا بأي اتجاه حاب أمشي. ولكن لو بدي أظلل سطر وأكثر من سطر متتابع، كيف ممكن الآلية هاي تصير؟ تقريبا نفس الشيء، إلا أنه ضغطك أو الشورت كات أو الكيستروك اللي رح تستخدمها هون بموضوع تظليل السطر مختلف شوي صغير. يعني رح نضل مستخدمين السبيس بس ما رح نستخدم الكنترول، رح نستخدم شفت مع السبيس. A1 through XFD1 selected row 1 column 1. هيك ظلل لي اللي هي السطر رقم 1، يعني كل السطر الواحد A1 B1 C1 إلى آخره. فبالتالي لو بدي أظلل السطر اللي أسفل منه اللي هو سطر رقم 2 و3 مثلا، فبضغط شفت وسهم للأسفل مرة مرتين. A1 through XFD3 selected row 1 through 3 column 1. هيك ظللت رقم 1 2 و3 كاملين، يعني مش هحتاج أي شيء، أنا خلص ظللت كل الثلاث أسطر هاي. تمام؟ فبالتالي بعد هيك بروح على الألت على الهوم، بعمل تنسيق اللي بدي إياه، بطار لون أي شيء. بكل بساطة بصير عندي الثلاث أسطر هاي منسقة كاملة. خليك على اطلاع بآخر أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن طريق اشتراكك على Access Tech News على قناتنا على الواتساب. كل شيء جديد بعالم التكنولوجيا من مقالات، شروحات كتابية، اقتراحات، أفكار، وأيضاً روابط حلقاتنا اللي بننشرها على Access Tech Podcast. Access Tech Podcast. رابط القناة دائماً موجود بالدسكريبشن. أنتوا دائماً على Access Tech. Access Tech Podcast.
الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، لو أنا بدي أظلل عمود وأترك عمود وأروح إلى عمود آخر وأظلله، وأترك عمود اللي بعده وأروح إلى عمود آخر وأظلله، يعني مثلا A ثم أترك ال B وأظلل ال C، بعد هيك أترك ال D وأروح أظلل ال E، يعني في الأعمدة هون مش متتابعة، بالتالي هل حيزبط معي إنه والله أضغط Control Space بعدين أمشي سهم إلى اليمين مرتين بعدين أضغط Control Space على السي؟ خلينا نشوف، ما رح نخسر شيء. ضغط معي Control Space A1 through 1,048,576 selected row 1 through 1,048,576 column 1. أوكي، هنا هيك ضللنا الـ A، ما رح نضغط على Shift بما أنه إحنا ما بدنا نضلل الـ B، فبالتالي رح ننتقل بالسهم B1. شايفين؟ في هون مشكلة إنه فهم الإكسل إني أنا لا ما بدي، بدي أروح على البي وخلص، ما فهم إنه أنا حابب أضلل الأي، والدليل إنه لو رجعنا للأي A1 ما في شيء، مش مضلل ولا شيء، فهون في مشكلة إنه كيف ما نقنع الإكسل إنه ثبت التضليل على عمود الأي وخليني أتحرك براحتي إلى العمود اللي أنا محتاج أضلله مشان أضلله، كيف هاي ممكن تصير؟ الموضوع بسيط، ولكن للأسف مع الـ NVDA بآخر تحديث إله ما حيحكي لك شيء، فأنت شوي حتمشي على البركة، يعني ما حتكون عارف أنت وين وصلت، ولكن معلش إن شاء الله ما بتحتاجها كتير. فإحنا مثلا هون على عمود الـ A A1 ورح نضغط Control Space أكيد عشان نضللها A1 through 1,048,576 selected row 1 through 1,048,576 column 1 وراح نضغط على Shift plus F8. أوكي، مهم جدا تحفظ إنه Shift plus F8 أو Shift زائد F8 راح يمسك التضليل، يعني زي كأنك بتحكي للإكسل لو سمحت خلي لي هاي مضللة، امسك لي اياها، خليك ماسكها، خليك ماسك التضليل اللي فيها، ما تفلته، بدي ارجع له، بدي اشتغل على اشياء تانية، خليك ماسكها، تمام؟ فرح نضغط على Shift plus F8، ما رح يحكي شيء لـ NVDA هون، ولكن كمان شوي رح نشوف الموضوع بجوز شو رح يحكي، ولكن رح نمشي براحتنا على البي هيك ما حكى شيء، أنا تحركت، رح نمشي على السي، وأنا مثلا بدي أختار السي، أضغط Control Space مسافة وبضغط سهم يمين مثلا إلى الدي ثم إلى الإي اللي أنا محتاج أظللها، فبالتالي هون استثنيت البي والدي. أوكي، أضغط Control Space مرة تانية مسافة وهيك بكون ضللت الإي السي والإي، استثنيت البي والدي، لكن للأسف ما حيحكي لك شيء الـ NVDA هون، ولكن متأكد منها ولا تخاف الموضوع 100% شغال. ممكن هون تروح تشتغل على التنسيق تبع الأعمدة هاي، توسعها، تعمل فيها اللي بدك إياه. الآن رح ننتقل إلى كيفية تضليل أسطر غير متتابعة. هلأ الآلية نفسها، تكنيك نفسه، ولكن بدل ما نستخدم الـ NVDA، لما شفنا الـ NVDA ما حكى شيء لما ضغطنا Shift plus F8، فخلينا نشوف الجوز شو بيحكي لما نضغط Shift F8. وبالتالي احنا متوقفين عند السطر الأول اللي هو عند رقم 1 Blank A1، ورح نضغط على Shift Space اللي بتساعدنا في تضليل سطر كامل، فبنضغط Shift plus Space Select an entire row, select A1, blank XFD1. محترم الجوز، بحكي لك selected entire row، يعني خلص بريحك، بحكي لك أنا اخترت ظللت السطر كامل. الآن مثلا ما بدي أظلل اللي هي السطر الثاني، ولكن بدي أظلل السطر الثالث، تمام؟ فرح نضغط Shift plus F8 ونشوف شو رح يحكي الجوز هون. Shift F8, add selected range of cells mode on. Add selected range on. فرح نضغط سهم للأسفل. Select two areas A1-XFD1, A2, blank.
Select two areas A1-XFD1, A3, blank. هنضغط الآن عند السطر الثالث Shift و Space. Select an entire row. Select two areas A1-XFD1, A3-XFD3, blank. آها. حكى الأمور بأريحية وبوضوح كامل. يعني حكى لي Selected two areas اللي هي A1 وال A3. فأنا 100% متأكد من اللي عم بشتغله. نفس الشيء لو بدنا نعمله على الأعمدة مشان نتأكد منه سوا، نضغط على Control Space بالA مثلا. Select an entire column. Control Space ضغطنا، نضغط على Shift plus F8. Shift F8, add selected range of cells mode on. نضغط على سهم يمين بدون ما نضغط لا على Shift ولا على Control. أنا ما بدي البي، بدي الكولوم C. Select two areas A1, B1, blank. Select two areas A1, C1, blank. ونضغط على Control Space مرة ثانية. Select an entire column. Select two areas A1, C1-C1,048,576. هلا أنا ما بعرف صراحة ليش بضل معلق عند كلمة two areas، يعني منطقتين، ولكن بالنهاية على الأقل بيحكي شو اللي عم بيشتغله، فهاي شغلة كتير مهمة ولطيفة إنه الجوز شغال فيها منيح. ولكن انتبه على شغلة، إنه Shift F8 أول مرة بحكي لك Selected Mode On، إذا ضغطت عليها مرة تانية بحكي لك Selected Mode Off. فبدك تنتبه تخليه، يعني تخلي إذا حكى Off لا خليه On. ماشي. طيب الآن ننتقل إلى نقطة تظليل صفحة كاملة على الإكسل. هون بديك شوي تركز معاه، الموضوع كتير بسيط، ولكن بس بدي تفهم الفرق اللي رح يصير. يعني في فرق بسيط رح يصير بنفهمه شوي مع بعض، تمام؟ هلأ Control و Space ضللتنا عمود، Shift و Space ضللتنا سطر، تمام؟ والآن بدنا نضلل الصفحة كاملة. بس الصفحة هاي أحيانا ممكن يكون فيها مجموعة بيانات مثلا بنقطة معينة. هون مثلا عندنا A B و C، فيهم شوية بيانات. يعني مثلا هون عندنا A1 A2 A3 فيهم إكسات، B1 B2 B3 فيهم إكسات، C1 C2 C3 فيهم Y. هلا ما علينا من شو البيانات اللي فيهم، ولكن هدول مجموعة بيانات. بعدين في يصير عندنا في فراغ بالD والE، وبعدين في عندنا بالF والG والH شوية بيانات تانية. فالكيستروك أو الاختصار أو الشورت كات اللي معانا، أو هم التنتين فعلياً، بيساعدونا أن نضلل الصفحة كاملة. ولكن لما يكون في بيانات وتكون أنت عم تضلل من هاي النقطة، رح يصير الإكسل أول مرة يفهم أنه أنت حابب تضلل مجموعة البيانات هاي. فلما تيجي تضغط على هذا الاختصار أول مرة رح يضلل البيانات هاي، سموهم Block of Cells، يعني نطاق البيانات هاي أو مجموعة الخلايا هاي. ولكن لما تضغط مرة تانية رح يصير تضليل كامل على الصفحة. أنا الآن عند A1، وبالتالي لو ضغطنا على Ctrl A الآن، Select A1 X C3 Y، طيب ضلل من A1 ل C3 اللي فيها بيانات. لو ضغطنا Ctrl A مرة تانية، X A1، ما حكى X A1. هلأ ما تخاف، عمل Ctrl C، Copy selection to clipboard، واروح إلى Notepad، Paste it from clipboard. والآن بتشوف إنه صاروا البيانات اللي موجودين بالF والG والH منسوخين أيضا. بس عشان نعرف إنهم منسوخين لأنه في تابات، رح نعمل Ctrl A مشان نعمل Select All على Notepad، وهو لحاله رح يحكي لنا شو اللي موجود على الصفحة. Ctrl A، Selected XXYFGH XYFGH YFGH. تمام، إذن أخذ البيانات كاملة اللي كانت ب نطاق الA والB والC، وأخذ أيضا الفراغات، وأخذ أيضا الF والG والH. إذا هيك صرنا فاهمين إنه Ctrl A أول مرة بتضلل مجموعة الخلايا اللي فيها بيانات، Ctrl A مرة تانية بتضلل الصفحة كاملة. نفس الشيء مطبق 100% مع شورت كات Ctrl Shift Space. يعني بتضغط Ctrl وShift مع بعض وبتضغط Space، فبيضلل نفس الشيء مجموعة الخلايا اللي فيها بيانات، ومن ثم لو ضغطتها مرة تانية رح يظلل لك صفحة كاملة. بهون بنكون وصلنا لنهاية لقاءنا لليوم. لأي سؤال، استفسار أو اقتراح، ياريت تتواصلوا معي على رقم الواتساب موجود كرابط على anas.accesstech@gmail.com، أو فيكم بكل بساطة تتواصلوا معنا عن طريق الكومنتس. استنونا باللقاءات القادمة، ضلوا بخير، وأنتوا دائما على Access Tech. Access Tech Podcast.